دي اول مره اساسا العب مع لعيب مشهور، فحاجه حلوه جدا بالنسبه لي ومبسوطه جدا معاهم عشان هم طيبين قوي ولذاذ، فحاجه حلوه قوي ان هم مثلا بيورونا ان بعد ما بطلوا كوره لسه they fit ان هم يلعبوا كوره، وكمان مش عايزين يوقفوا، كلهم اساسا لسه بيلعبوا حلو جدا، فيعني بيعلمونا ان احنا حتى لما نكبر اللي هو ما نوقفش وكده. عايز اسالك برضو، قولي لنا ايه رايك في اوست ودايما هم سبورت وداعمين دايما للكره النسائيه، ايه رايك في حاجه زي كده؟ حاجه حلوه جدا عشان هم كمان بيخلوها اسهل بالنسبه للبنات ان هم يلعبوا، عشان هم يخلوا البنات ما تخافش تلعب كوره، او عشان بيوروهم ناس كتير هم بتلعب عادي ومفيش اي حاجه، محدش يقول لهم لا بنات ما بتلعبش وكده، كمان دي مش اول مره يستضيفوا بنات وكده، فحاجه حلوه جدا يعني. عايز اعرف دلوقتي مين مثلك الاعلى محلي وعالمي؟ محمد صلاح وميسي. هي حاجه يعني اكسبيرينس مختلفه جدا، وبيدونا زي ثقه ان احنا يعني احنا بنعرف نلعب قدام ولاد وكده، وطبعا بيعلمونا يعني حاجات وسكيلز وكده. كان في رهبه وانت بتلعبي قدامهم في الاول؟ كنا خايفين في الاول طبعا، يعني حاسين بقى لعيبه كوره جايه تلعبنا وكده، بس بعدين لقينا ان احنا بنعرف نلعب، مش زيهم طبعا بس بنعرف نلعب يعني، وادونا ثقه في نفسنا. ايه رايك في اوست ودعمها دايما والسبورت اللي بيعملوه دايما للكره النسائيه؟ حاجه يعني مفيده جدا لينا، عشان نحس ان في ناس كده معانا وعايزين يخلوا بنات كتير تلعب وبيساعدونا وكده، فيعني احنا مبسوطين جدا ان اوست بتساعدنا. انت مركزك انا سيرد باك صح؟ عايز اعرف مين مثلك الاعلى محلي ومثلك الاعلى عالمي. محلي الونش وعالمي راموس.